الاجتماع الأخير صار هناك في هافانا في فبراير هذا العام، وتم هناك طبعا آفاق جديدة بوهثة بين الطرفين، وهناك في طبعا دائما تتطور العلاقات بين الجانبين. هناك اليوم في تعاون أنتم تعرفون في مجال الصحي مهم، وهناك في أكثر من 850 متعاون كوبي في مجال الصحي في الجزائر، ويقدمون في 4 مستشفيات في ليطوب بلويون في جلفا وورغلا وبشار ووادي السوف، يقدمون الخدمات الصحية الممتازة للشعب الجزائري. فهناك في برنامج آخر لرعاية الطفل والأم في كثير من المدن الأخرى، ونحن جاهزون في مجالات الثقافة، في مجال السياحة، في مجال الطاقة، في مجال الرياضة. هناك آفاق كثيرة، وإن شاء الله في المستقبل القريب ستعقد الدورة المقبلة لهذه اللجنة إن شاء الله، ممكن في 24 طبعا.